الركن الثاني من أركان الإيمان، الإيمان بالملائكة عليهم السلام. يطوان أركان إيمان مششقاكور ملائكهر ديفاش تنراش. نؤمن بأنهم عالم غيب غابوا عنا لا نراهم. ديفاش مخ آخر عالم غيب مزرشقر زرششر تلاغهم أو ديفاش مخ. خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور. الحشهم قخيججاش آخر نورم. يطيعون الله سبحانه وتعالى ولا يعصونه. العشقهم آخر خبشث يجي جئام فجئم. لهم أجساد. أبخم جسد يأش. وعقول. أبخم عقل يأش. وقلوب. أبخم قو يأش. نؤمن بجميع الملائكة عليهم السلام. ملائكهم يبصوري ديفاش مخ. ونؤمن بما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائهم مثل جبريل عليه السلام. أو دقبسو ديفاش مخ زقور ما لحشخوا ياتزرقخ يغشامة جبريل عليه السلام خو دخم. ونؤمن بما علمنا الله سبحانه وتعالى من أعمالهم مثل جبريل عليه السلام وكل بالوحي. أو دقبسو ديفاش مخ آخر زخوجا أخوغم سألتم بابجا جبريل وحي بغمباركم أريغحانو أب يأجعه زرشتر. ونؤمن بما علمنا الله سبحانه وتعالى من صفاته مثل لا يعصون الله. أو دقبسو ديفاش مخ ألحشهم أبخم يا صفاتهم تيوخاو قد جئار قد خزئيخار.